بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض مقرر هندسة البرمجيات Software Engineering قسم الهندسة الكهربية. في الأول يا جماعة هناخد شابتر رقم واحد عن مقدمة Introduction، يعني إيه Software Engineering. في الشابتر الأولاني يا جماعة هنبدأ نغطي عدد من الموضوعات. الموضوعات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله، أول موضوع اسمه Professional Software Development أو التطوير الاحترافي للسوفتوير. وفيها هنتكلم يعني ايه software engineering، what's meant by software engineering، احنا بنعني ايه بكلمة software engineering، software engineering ethics او اخلاقيات software engineering، وهنتكلم عن اخلاقيات software. وفيها هل بنتكلم نقول هل الاخلاقيات software engineering تؤثر على عملية تطوير software، هنشوف الكلام ده مع بعض، وهناخد case studies بعض الحالات الدراسية. جميل، نبدأ نتكلم مع بعض ونقول إيه software engineering، هندسة البرمجيات. والمقصود بكلمة software يا جماعة هنا معناها إن هي البرامج اللي إحنا اللي هي موجودة كتولز كأدوات مساعدة لنا. طبعا هي software حاجة مش ممسوكة مش ملموسة، لكن بنحس بالأثر بتاعها أو بالإفكت بتاعها وإحنا بنشتغل. طيب software دوت يا جماعة ده له أساسيات وطرق ومنهجيات في البناء، يعني البناء بتاعه بإيه يتبع منهجيات وطرق وأساسيات. جميل، طيب العلم اللي بيهتم ببناء السوفت وير دوت هو بنسميه سوفت وير انجينيرنج أو علم هندسة البرمجيات. ده الكلام اللي احنا إيه مهتمين بيه في الكورس بتاعنا. طيب وبنبدأ نتكلم ونقول مع بعض إيه بقى؟ إن جميع البلاد دلوقتي الصناعية اللي بتحاول تتطور كلها بتعتمد على السوفت وير وبناء السوفت وير. نقول مع بعض The economics of all industrial nations are depend on ايه؟ software. كلها بتعتمد على يا جماعة على software. معايا؟ وما تنساش ان معظم الانظمة الموجودة حاليا واللي بتطلع دلوقتي حاليا جديدة بتعتمد على التحكم في السوفتوير دوت. مش كده؟ اذا نقول ايه؟ more and more systems are software controlled. تمام؟ طب نقدر نقول ايه بقى؟ نقدر نقول يعني ايه بقى هندسة البرمجيات؟ نقول باختصار كده ان هندسة البرمجيات يا جماعة هي علم يهتم بايه بقى يا جماعة؟ يهتم بالنظريات والطرق والادوات علشان نطور ونقدم سوفت وير مبني على اسس علمية. جميل، فنقول مع بعض كده ان السوفت وير انجينيرنج از كونسيرند ويز ثورز نظريات ميثودز طرق and tools وادوات for professional software development عشان نطور ونقدم سوفت وير جديد للعلم. جميل، ايه كمان يا جماعه بنقول ايه بقى؟ خلي بالك ان عمليه تكلفه السوفت وير مهمه جدا لما نيجي ننظر لعمليه بنائه معايا، وانها تعتبر شيء مهم جدا بالنسبه للدول اللي هي بتصنعه، اللي هو الدول المتقدمه اللي دايما مهتميه بتطوير السوفت وير. اذا نقول كده expenses on software represents a significant part in all developed countries. مهتمين جدا يا جماعه بعمليه تكلفه السوفت وير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.